تقع سلطنة عمان في أقصى جنوب شرق شبه الجزيرة العربية بمساحة تبلغ 309,500 كيلومتر، وبطول سواحل تصل إلى 3,165 كيلومتر. تمتد من بحر العرب مروراً ببحر عمان وحتى الخليج العربي، وتشرف على مضيق هرمز. شكل هذا الموقع تاريخاً بحرياً تجارياً مهماً لعمان، حيث أنشئت أهم الموانئ القديمة على طول السواحل العمانية، وكانت حلقة الوصل بين المحيط الهندي والخليج العربي. كان ميناء سبهرم الواقع على بحر العرب من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة العربية، ويعد مركزاً حيوياً لتصدير اللبان أهم سلع العالم إلى الحضارات القديمة كالفرعونية والرومانية. يعتبر ميناء صور واحداً من أهم الموانئ العمانية القديمة التي لها صلة بالحضارة الفينيقية. كان مقراً لصناعة السفن الخشبية، وقد حظي ربابنة صور بشهرة واسعة في الملاحة البحرية في المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. عرفت صحار منذ القدم بنشاطها التجاري، وفي العصور الإسلامية الأولى كانت صحار مركزاً تجارياً مهماً، وتمتعت بعلاقات تجارية واسعة مع الصين وموانئ المحيط الهندي، ومنها انطلقت رحلات السندباد البحرية. وصفها الجغرافيون العرب بأنها خزانة الشرق ودهليز الصين. كسب ميناء مسقط مكانته التاريخية باعتباره مرسى للكثير من السفن التجارية، واعتبر البوابة التي تنتعش منها التجارة في عمان والخليج العربي لمكانته وموقعه الاستراتيجي، لا سيما في الربع الأخير من القرن 18. وعد الميناء الرئيسي لعمان، حيث كانت السفن الأوروبية والأمريكية ترسو في ميناء مسقط، مما يدل على أهميته في التجارة العالمية. مع إطلالة فجر النهضة المباركة، حظيت سلطنة عمان بتطور كبير وإنجازات واسعة شملت كافة مجالات الحياة، وعملت على تنمية الاقتصاد الوطني ليواكب الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية. يعد القطاع اللوجستي من بين القطاعات غير النفطية التي تتمتع بالإمكانات الواعدة للمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للسلطنة. وضعت عمان جل تركيزها من أجل دعم وتطوير القطاع اللوجستي لكي يأخذ مكانه المأمول في الناتج المحلي، وتشير المؤشرات إلى أن هذا القطاع الحيوي سيسهم بما قيمته 14 مليار ريال عماني في الناتج المحلي بحلول عام 2040، وسيوفر 300,000 فرصة عمل لتشغيل القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى استهداف تحقيق سلطنة عمان صدارة المؤشرات العالمية ضمن أفضل 10 دول في العالم في تقديم الخدمات اللوجستية. تأسست المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد في عام 2016 وفق خطة الحكومة لجعل السلطنة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. وتجمع المجموعة تحت مظلتها شركات القطاع اللوجستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة قطاع الموانئ والمناطق الحرة.
وتعد شركة مرافي ذراع مجموعة أسياد لتطوير الموانئ والمرافئ البحرية في السلطنة وخارجها. ميناء صحار الواقع في مدينة صحار واحد من أهم الموانئ اللوجستية في السلطنة. تقع مسؤولية إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار بالشراكة بين حكومة سلطنة عمان وميناء روتردام الهولندي، وتشرف عليه شركة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد. تصل مساحة ميناء صحار إلى 22 كيلومتراً مربعاً، ويعد ميناء صحار من أكثر الموانئ نمواً في العالم، حيث يقع في وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا. يوفر ميناء صحار والمنطقة الحرة التابعة له سهولة الوصول إلى أسواق الخليج، مع تقليل تكاليف المرور عبر مضيق هرمز لوقوعه خارج المضيق. يصل عمق الميناء إلى 25 متراً، مما يمكنه من استقبال السفن الضخمة التي يصل طولها إلى 362 متراً وبحمولة 400,000 طن. ينقسم ميناء صحار الصناعي إلى عدة مناطق رئيسية، من بينها منطقة الصناعات الثقيلة التي تقع خلف أرصفة الميناء كمجمع البتروكيماويات وصناعة التعدين، فيما تقع المنطقة الحرة في ميناء صحار على مسافة قريبة من منطقة الصناعات الثقيلة، دخل منها حيز التشغيل 5 كيلومترات مربعة، ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة بجميع مراحلها 45 كيلومتراً مربعا. أما محطة المناولة فتقع مباشرة على رصيف الميناء، وتتكون من محطة الحاويات والبضائع العامة والمواد السائلة، وتضم رصيفا بحريا للمواد الغذائية، حيث ستكون هناك مصفاة للسكر والحبوب، وهو ما يدعم بدوره الأمن الغذائي للسلطنة ويدعم الصناعات الغذائية التحويلية. تدار محطة الحاويات في ميناء صحار من قبل الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية بالشراكة مع المشغل العالمي لمحطة شركة موانئ هاتشيسون العالمية في هونغ كونغ، والتي تقوم بمناولة قرابة 100 مليون حاوية نمطية في مختلف الموانئ حول العالم. يضم الميناء رافعات بمقدورها مناولة سفن الحاويات العملاقة التي تبلغ حمولتها 20,000 حاوية. توفر الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية 5 أرصفة مخصصة للحاويات، جميعها مزودة برافعات متحركة يتم التحكم بها عن بعد، ولها القدرة على تفريغ حمولة سفن الحاويات العملاقة من الفئة الخامسة. تم إدخال نظام حجز وتفريغ الشاحنات داخل محطة الحاويات لرفع كفاءة التشغيل وانسيابية الحركة المرورية في الميناء، التي تؤدي إلى خفض المدة الزمنية في سلسلة الإمدادات ووقت انتظار الشاحنات. منذ عام 2004 تعمل شركة سيستاين ويخ عمان مشغل محطة البضائع العامة بميناء صحار الصناعي بالتعاون مع شركة ستاين ويخ الهولندية، التي تدير عدداً من محطات البضائع في أكثر من 40 دولة حول العالم.
تقدم الشركة خدمات المناولة لكافة عمليات الشحن العام وشحن البضائع الكبيرة وشحن المركبات والمعدات المختلفة. أنشأت شركة أويل تانك أول محطة مستقلة لتخزين المنتجات النفطية ومشتقاتها بالسلطنة، بهدف تقديم خدمات لوجستية مستقلة لصناعة النفط ومشتقاته في ميناء صحار الصناعي. شركة أويل تانك مشروع مشترك تمتلك فيه شركة النفط العمانية للمصافي والبتروكيماويات نسبة 25%، فيما يمتلك الشريك الاستراتيجي شركة أويل تانكينج أود فيجل تيرمينالز إحدى الشركات التابعة للشركة الألمانية ماركارد أند داهيل آي جي نسبة 70%، في حين تمتلك شركة البحار السبع العمانية 5% من قيمة الشركة. تدار عمليات شركة عمان تانك من خلال غرفة تحكم آلية بواسطة كوادر عمانية وأجنبية ذات خبرة واسعة. يقوم الفنيون العمانيون بمتابعة عمليات حركة وانسياب المشتقات النفطية والمواد الغازية في الخزانات وأنابيب النفط والغاز الناقلة إلى سفن الشحن في الميناء. يوفر ميناء صحار الصناعي قيمة مضافة للمجتمع من خلال توفير الأعمال المساندة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أوجدت فرص عمل مربحة للمواطنين. ميناء صحار افتتاحها في ولاية صحار شكل دور ملموس وأعمال كبيرة استفاد منها أهالي ولاية صحار والمناطق المجاورة اللي هي المناطق الحدودية. أعمالنا الأساسية هي الخدمات اللوجستية، نشتغل على جميع المواني والمطارات والمنافذ الحدودية. بالنسبة لميناء صحار شكل دور مهم في منطقة صحار، فتح كثير من مجال الأعمال، سهل نقل البضائع من الميناء إلى المخازن بحكم أن المخازن قريبة من الميناء في ولاية صحار. طبعا اليوم أنا كمالك لشركة تعمل في القطاع اللوجستي وأعمل في ميناء صحار استفدت كثيرا. حاليا أنا أعمل في عملية التخليص الجمركي وأيضا في النقل. اليوم نملك نحن أكثر عن 18 موظف يعملون في ميناء صحار. صارنا نعمل في ميناء صحار أكثر عن 3 سنوات. ممكن بداية الشركة كانت قديمة، لكن كنا نعمل في المنافذ البرية، لكن صارنا 3 سنوات نعمل في الميناء. الاستفادة الحمد لله ممتازة، ودليل أن اليوم أنت تملك 18 موظف موجود عندك في ميناء صحار، هذا بحد ذاته نجاح يعني لك في ميناء صحار. ميناء السويق من الموانئ التجارية المتوسطة الحجم الذي يقع على ساحل الباطنة. يدار الميناء من قبل شركة مرافئ التابعة لمجموعة أسياد، وتعد مرافئ ذراع مجموعة أسياد لتطوير الموانئ والمرافئ البحرية في السلطنة وخارجها. يأتي تشغيل ميناء السويق لإيجاد سلسلة من الموانئ المتوسطة على طول سواحل السلطنة، وذلك لتفعيل التجارة المتوسطة الحجم والتي تتركز عادة في السفن الخشبية والسفن متوسطة الحجم، ويكون مكملا للموانئ الرئيسية الكبيرة حتى لا تزدحم الموانئ الكبيرة بمثل هذا النوع من السفن المتوسطة التي تبلغ حمولتها أقل من 10,000 طن. تطوير وتنشيط ميناء السويق يأتي ضمن خطط وزارة النقل لمواكبة المواني الصغيرة والمتوسطة ولتكون مكمل للمواني الكبيرة ولتنشيط أيضا التجارة الإقليمية في سلطنة عمان. مرافي بعد النجاح الكبير اللي حققه ميناء السويق سعت في تطوير الميناء
وزيادة الأرصفة، أيضا تطوير المرافق الموجودة في الميناء، طبعا لزيادة الإنتاج، لجذب مستثمرين من داخل السلطنة وأيضا من خارج السلطنة في هذا الإطار. أيضا ساعد ميناء السويق أو تنشيط حركة ميناء السويق في توظيف بعض العمانيين في الشركات المستخدمة للميناء. تتمتع ولاية شناص بموقع استراتيجي بين الأسواق الاستهلاكية الكبيرة وبين منطقة صحار الاقتصادية. أنشئ ميناء شناص لدعم الاقتصاد المحلي والنهوض بمستوى المعيشة بالولاية. تقوم شركة مرافي التابعة للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد بإدارة وتشغيل ميناء شناص، وهو من الموانئ التجارية ذات الحجم المتوسط. يشهد ميناء شناص حركة جيدة في نقل المسافرين عبر العبارات الوطنية التي تربط ما بين شناص ومحافظة مسندم. يتميز ميناء شناص بتوفير بيئة تنافسية ومحفزة لجذب الاستثمارات إلى المنطقة من خلال التسهيلات المختلفة التي يقدمها للتجار، مع انخفاض الرسوم المحصلة من عمليات المناولة والشحن. لذلك يعد الميناء مفضلاً للكثير من التجار لاستيراد بضائعهم من خلاله، كما هو الحال مع هذه السفينة القادمة من إحدى الدول المجاورة، تحمل مركبات ومعدات ثقيلة بهدف إعادة تصديرها من جديد عن طريق معابر السلطنة البرية. تشرف مجموعة من الكوادر الوطنية المؤهلة على إدارة وتشغيل مختلف مرافق الميناء بكفاءة ومهارة عالية، مع سرعة ودقة في إنجاز المعاملات. مدينة صلالة الواقعة في محافظة ظفار تتميز بمقوماتها التجارية والسياحية وبجوها الجميل في موسم الخريف وبتطورها في مختلف مرافق الحياة العصرية. يتميز ميناء صلالة بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مسار الخطوط الملاحية التي تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعد من أكثر موانئ العالم نموا. وتبلغ مساحته 10 كيلومترات، وهو أحد أهم الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في العالم. كونه بوابة تطل على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا. أسس ميناء صلالة عام 1997 كشركة مساهمة عامة، وبدأت العمليات عام 1998. يتكون ميناء صلالة من 3 محطات رئيسية: محطة البضائع العامة، ومحطة الحاويات، ومحطة السوائل. بعض المؤشرات العالمية لميناء صلالة: في عام 2016 صار نمو في محطة الحاويات بأكثر من 29%، وهذا هو أسرع نمو للحاويات في العالم. في عام 2018 في محطة البضائع العامة النمو كان أكثر من 19%، وهو نمو جيد جدا مقارنة بالموانئ الثانية. يحتل ميناء صلالة الرقم 39 في قائمة أفضل ميناء على مستوى العالم في عام 2018. يطبق ميناء صلالة مجموعة من الخطط والبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتشغل مختلف الوظائف التشغيلية والإدارية في الميناء، مع توفير بيئة مثالية محفزة للموظفين للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
يستوعب ميناء صلالة أكبر سفن الحاويات في العالم، وتعمل فيه 25 رافعة عملاقة مطابقة للمواصفات العالمية للمناولة. وتستطيع تحميل وتفريغ أكبر سفن الحاويات في العالم، إضافة إلى 170 قاطرة لحمل الحاويات. وبه نظام حديث للتحكم في شدة الأمواج لتسريع عملية تفريغ الحاويات. ناول الميناء في الفترة من عام 1998 إلى ديسمبر من عام 2018 أكثر من 53 مليون حاوية نمطية، وأكثر من 115 مليون طن من البضائع بمختلف البضائع العامة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات 5 ملايين حاوية سنويا. إن موقع ميناء صلالة يقصر المسافات والزمن للسفن العاملة على خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا، والمتجهة إلى 52 ميناء برحلات مباشرة، مع وجود سفن تعمل برحلات قصيرة إلى الأسواق النامية في شرق أفريقيا والهند ودول الخليج العربي. يعتبر ميناء خصب بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي والمطل على مضيق هرمز شريانا تجاريا نشطا في مجال التجارة والسياحة، وهو من الموانئ متوسطة الحجم، ويدار من قبل شركة مرافي التابعة لشركة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد. قامت شركة مرافق بوضع تصور عام للميناء، منها إقامة رصيف بطول 450 متر وآخر برصيف مختص بالسفن السياحية العملاقة، بالإضافة إلى الرصيف الموجود حاليا بطول 300 متر حيث يستقبل ميناء خصب الكثير من السفن، منها التجارية والسياحية والقوارب التجارية، ويستقبل الكثير من البضائع التي يتم إعادتها إلى دول الخليج الأخرى. يستقبل الميناء العبارات التي تنقل المسافرين بين موانئ شناص وخصب وليمة والسفن السياحية الأخرى القادمة إلى محافظة مسندم، بالإضافة إلى السفن الخشبية التي تحمل البضائع المختلفة من وإلى الدول المجاورة، ويعد مركزاً لإعادة التصدير في المنطقة. تحظى صادرات اللحوم والأسماك والمواد الغذائية بأهمية كبيرة في الميناء، وذلك بإعادة تصديرها للدول المجاورة على مدار العام، مما يوفر فرصا استثمارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والباحثين عن العمل بالمحافظة، مما يجعل المستفيدين من النشاط الاقتصادي في الميناء أكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعتبر مدينة مسقط إحدى أهم الجهات السياحية في البلاد لما تحويه من مقومات سياحية، خاصة المدينة القديمة في مسقط وسوق مطرح التقليدي. يوفر تحويل ميناء سلطان قابوس إلى ميناء سياحي متعدد الاستخدامات مساحة مميزة وفق أعلى المعايير السياحية، ويحول مدينة مسقط إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية البحرية في المنطقة، تتكامل مع المدينة التاريخية المحيطة بميناء السلطان قابوس وبسوق مطرح التقليدي. تشرف شركة مرافي التابعة للمجموعة العمانية العالمية للخدمات اللوجستية أسياد على تشغيل ميناء السلطان قابوس.
مشروع تطوير الواجهات البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي في مطرح سيسهم في تطوير السياحة في عمان وفق وجهة سياحية جديدة تنبض بالحياة، تتكون من مجموعة من المرافق والمزارات تجمع بين التراث والثقافة العمانية في أسلوب عصري متفرد. تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بولاية الدقم في محافظة الوسطى، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجاً للتكامل الاقتصادي، حيث تشتمل على 8 مناطق تطوير اقتصادي وخدمي، وستكون مدينة متكاملة بعد انتهاء كافة مراحلها. تمتد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة 2000 كيلومتر مربع، وتضم شريطا ساحليا طوله 70 كيلومترا يمتد على طول السواحل العمانية الواقعة على بحر العرب. شركة ميناء الدقم هي شراكة بالمناصفة بين الحكومة العمانية واتحاد ميناء أنتويرب البلجيكي، وتشرف عليه شركة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد. سيحقق موقع الهيئة الاقتصادية بالدقم التوازن في التنمية المحلية، وينشط الاقتصاد لمحافظة الوسطى، وينوع مصادر الدخل القومي، ويوفر فرص عمل للعمانيين، ويدعم قطاع إعادة التصدير ونقل التكنولوجيات الحديثة إلى سلطنة عمان. يعد مرفق الحوض الجاف بميناء الدقم ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتولى إدارة وتشغيل الحوض الجاف شركة عمان للحوض الجاف، وقد باشرت شركة عمان للحوض الجاف تقديم خدماتها التجريبية في شهر إبريل من عام 2011، في حين بدأت مرحلة التشغيل الفعلية في بداية عام 2012. بمقدور الحوض الجاف إصلاح 10 سفن في آن واحد بمختلف الأنواع والأحجام، بما فيها السفن التجارية والسياحية والحاويات وناقلات النفط والغاز. ويضم الحوض الجاف خبرات كبيرة في صيانة وطلاء السفن، مع وجود رافعات مختلفة وأجهزة تحكم حديثة لتسريع العمل.